بحكم الأذنية. هل ساعات ممكن تحكي لي عن جنسيات البلد اللي تستورد؟ نعم طيب. نعم طيب. تشيلي من يا بلد تستورد؟ والله سيدي أنا ما عندي استراد، أنا أتوق من شورجيا من تجار. بي سويسري بي هونغ كونغ بي كوري أشكال. يعني إذا المهنة نعم تتسوق وتعرض. نعم طيب. نعم طيب. ديش الساعة هاي الرجالي. نعم نبالة. هذه الساعة 350 دينار. هذه ويستن سويسرية 150 دينار. نعم. طباعتك كلها أجنبية وما بيها شيء عراقي؟ أكثر أجنبية فيه. لا والله ما أبي أعرف. ما أبي شيء. لا والله. يعني ما شفتوا إن العوائل ما عندها الرغبة في إنه بالبيوت مثلاً يحكون بلوزات يبيعون عليكم أو. أكو سيدي. أكو بس. يسوون قمصان يبيعوا عليكم ولا ما موجودة؟ والله موجود سيدي بس أكثر بيت مثل ما يقول الفقرة يجوني يعني يقولون إحنا. نحك لك هذا نسوي لك ورد من هالسوالف اكو فوايد تجونا نسواني والله انا وصلنا سيدي انا وصلنا فيك انا وصلنا يعني انه صاحب المحل اقدر مو موجود على هاي تفضلي تفضلين يا ماما هاي وي هاي الخياطة في البدلات وين هذه خياطة انتو تخيطوها يا عافية مثلا هذه البدلة هذه البيضة ايش قد سعرها فيها تسمية خمسة ولا بصفة ميتين خمسة 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 يعني على خمسة 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 معمل خمسة خمسة القماش مستورد كلها بس ما عاد 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 ما عا